شوشان هيثم الرازبي فريد فضل. والشكر ليك على الصور والكان هذيه والصور الحصريه، كان ثم هديه باش تتهداه يظهر لي نورمالمون احسن صحفي تونسي قناه حنبال قدم لنا تصويره من قلب الحدث وانترفيوات من قلب الحدث، برافو عليك ونقول لك يعطيك الصحه على المجهود الكبير والصوره اللي نقلتها للناس. أكيد فريد هذا لا شك على واجب، أكيد وبكل صراحة راه كان العمل الأول كان من الأول زميلي شاكر الكنزاري وقت اللي أنا كنت معناها عندي كوفيد وما نجمش نتنقل، كم بدا شاكر ويعطيه الصحة ومشكور وكان عايشنا الكان حتى كشدين وصلت أنا وتوليت أنا وشاكر مع بعضنا، وتقريبا الهدف الأساسي خاصة بالنسبة لقناة حنبال هو نعيشوا الجماهير الكل لحظة بلحظة، خاصة جماهير قناة حنبال الوفية اللي تعودت بكرة القدم، تعودت بكأس أمم أفريقيا، تعودت تعيش الصورة، تعودت تعيش اللحظة، وتعودت تعيش الأجواء ممتازة بكل معناها مال الصورة من معنى، أكيد الصورة واحدة والتعليق حر يقعد للناس الكل.